يقول: أتمنى الرد على سؤالي لأن فتوى لكم أثارت الجدل الواسع هنا. أنا أعيش في روسيا وسمعت فتوى خاصة لك أن كل طعام أهل الكتاب حلال لنا، فلا نسأل أو نبحث إلا إذا وجد الدجاجة برقبتها كاملة، على الرغم أنه هنا في روسيا يوجد فتوى أخرى ويقول أن روسيا لا تمت للمسيحية بصلة وفقط اسم، وهم على علم أنه يتم القتل بالصعق ولا يجوز أكل هذا، وتوجد شركات حلال كثيرة متوفرة في كل مكان ومذبوحة على الطريقة الإسلامية. انقسم الناس هنا الآن إلى قسمين، قسم يتبع فتواكم وقسم يتبع فتوى البلد نفسها، فما الحكم؟ لا شك الإنسان يعني يبتعد عن كل شيء مشتبه، يعني إذا كان عندي لحم ذبحه كتابي لا أعلم يعني كيف ذبحه، ولحم ذبحه مسلم لا شك أكل اللحم الذي ذبحه المسلم، لكن نحن نقول لا تضيقوا على الناس، لا تضيقوا على الناس خاصة الذين يسافرون إلى بلاد الغرب المسيحية بشكل عام، سواء الغرب أو الشرق أو حتى البلاد العربية، إذا ذهب إلى البلاد التي فيها النصارى أو البلاد التي فيها اليهود، فالأصل قول الله تبارك وتعالى: وطعامكم حل لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الأصل أن طعام أهل الكتاب حلال، والمقصود بالطعام الذبائح، أن ذبائحهم حلال، إلا إذا تيقنت أنه ذكر عليه غير اسم الله، أو أنه يعني لم يذبح صعقة، يعني رأيته يصعق أو رأيته يخنق أو غير ذلك أو يقتل بغير الذبح، فإن هنا نعم لا يجوز لك أن تأكل. لكن إذا لم تعلم شيئا من ذلك الأصل الحل، الأصل الحل إلا إذا ثبت خلاف ذلك، ولا داعي للخلاف في مثل هذه الأمور، المسألة فيها سعة ولا ينبغي أن يختلف الناس في هذا. خلاص أنت تميل إلى أنه لا يوجد ذبح نهائي عند أهل الكتاب، خلاص لا تأكل، لكن لا تحرم على الناس. وفي ناس نعرفهم ذهبوا إلى هناك وزاروا المسالخ وشافوا الذبح يذبحون، لكن يصعقون قبل الذبح، يصعقون قبل الذبح، قد تموت هذه البهيمة قبل أن تذبح وقد لا تموت، لأنهم يريدون إخراج الدم من ناحية صحية وليس من ناحية دينية، وإنما من ناحية صحية، أن الدم هذا فعلا يعني يجعله تعفن من الداخل، فيريدون إخراج الدم، ولا يخرج الدم إلا وفيها شيء من الحياة، فهم يصعقونها حيث تكاد تموت ثم يذبحونها. على كل حال إذا تيقنت أنها لم تذبح أو أنها ذكر عليها غير اسم الله إنها لا تؤكل، وأما إذا لم تتيقن فإن شئت أن لا تأكل لا تأكل، لكن لا تحرم على الناس، الأصل الحل طعام أهل الكتاب. وأما قول إن روسيا يعني غير مسيحية، أنا أتصور هذا غير صحيح، الشعب الغالب أنه نصراني، هذا الذي أعرفه. نعم كانت الأيام ماركس وهذا إجبار الناس على الإلحاد وكذا، لكن الشعب في الأصل نصراني، والكنائس كثيرة هناك، والله أعلم على كل حال.